يعني احنا عندنا مشكله الاتمته اللي موجوده او الايتمات اللي موجوده، الاجهزه عددها قليل مو بعدد الناس المستفيدين، لذلك تم اللجوء الى المنافذ، الى وهذه المنافذ. المنافذ اكيد هي تستوفي نسب واستقطاعات تحصل على ارباح قد يكون 5 بالمليون، 5000 نعم او اكثر او اقل، والبعض حتى يتفنن بسحب هذه الاستقطاعات. صح، واحنا عندنا مشكله انه المتقاعد يريد يحصل على راتبه باي طريقه. تشوف يعني عندما يتم توزيع الرواتب واطلاقها تشوف المنافذ مزدحمه،